ساعات في شخصيات مننا كرجاله بتبقى شخصيه perfectionist شخصيه كماليه بيهتم ان كل حاجه حواليه تبقى بيرفكت لما يحط ايده في حاجه لازم تبقى بيرفكت جدا بيهتم perfectionism في كل جوانب الحياه لازم كل حاجه تبقى مظبوطه حواليه ما يعرفش يقعد يشتغل والدنيا مش متروقه ما يعرفش يشوف الصوره مقلوبه وما يعدلهاش ما يعرفش يشوف أه شوز مثلا مقلوبه على وشها لازم يقوم يعدلها لو السجاده مش محطوطه في مكانها مظبوطه بين الانتريه والسفره لازم يقوم يعدلها عنده كماليه مفرطه اهلا بيكم يا رجاله معانا في حلقه جديده من برنامج من راجل لراجل النهارده حلقتنا هتكون عن الشخصيه الباحثه عن الكمال او الرجل الكمالي او الشخص البرفكشنست اللي بيبقى محتاج ان كل حاجه حواليه تبقى بيرفكت مشكله الرجاله الباحثين عن الكمال ان هما متصلحين مع نفسهم حاسين ان هما صح وهما فعلا صح في حاجات كتير في الحقيقه بس المشكله اللي بتواجههم بالذات في العلاقات الدافيه لما يجوا يقربوا من حد بالذات في العلاقات القريبه اخويا اللي معايا في نفس الاوضه اختي اللي ساكنه جنبي ماما وبابا معايا في البيت شريك الحياه لما ببدا اقرب من انسانه علشان ارتبط بيها في العلاقات الدافيه بتظهر عيوب الشخصيه الكماليه الشخص الكمالي هو بيطالب نفسه بالبرفريكشنازم وبالكمالية في كل شيء وبالتالي هو بيطالب الآخرين معاه بنفس القصة الشخص الكمالي ما يعرفش يقعد في مكان فيه حاجة مش مريحة وبالتالي هو بيصطدم مع الآخرين لما يلخبطوله النظام اللي هو عامله يمكن ما عرفتش تعمل كده في بيتك ولما تيجي تتجوز تبقى نفسك في بيتك مراتك تلتزم بالسيستم اللي انت ما عرفتش تحققه في البيت بتاع اسرتك وبيت اهلك وتبدا تطالب شريكه حياتك بالسيستم اللي انت كنت متخيله فتلاقي نفسك دخلت معاها في صدمات كتير. الشخص الباحث عن الكمال انت محتاج تعرف ان اللي عندك ده نوع من الكماليه المفرطه وده نوع من انواع الاضطرابات النفسيه اللي موجوده في علم النفس في الحقيقه. يمكن انت بتنجح في شغلك، يمكن بتنجح في دراستك، يمكن انت فعلا من النوع اللي لما بتحط ايدك في حاجه بتعملها مظبوط قوي فبتشوف نفسك صح قوي. المشكله في حد ذاتها مش ان انا صح ولا غلط، هو في الحقيقه مطالبتي لنفسي وللاخرين ان كل حاجه تبقى صح هو ده الغلط بعينه، لان عمر ما الحياه بتبقى كامله وعمر ما الاخرين هيقدروا يحققوا توقعاتي المثاليه وتوقعات الكماليه في التصرفات او في الاقوال او في الافعال. وبالتالي انا محتاج اعالج عندي حته الكماليه النهارده هنتكلم في موضوع البرفكشنزم او الكماليه المفرطه او اضطراب الكماليه المفرط هنتكلم عنه في حته مهمه قوي الشخص الكمالي بيشوف ان عنده حق فيها الحته دي هي الايه اللي مكتوبه في الكتاب المقدس فكونوا كاملين كما ان اباكم الذي في السماوات هو كامل الايه دي سيد المسيح قالها في متى خمسة في العزة على الجبل وفي الحقيقة هو ما كانش يقصد بيها ان احنا لازم نعمل كل حاجة صح للآخر بالطريقة اللي الشخص البرفكشنست بيطالب نفسه بيها لكن المسيح هنا كان بيتكلم بالتحديد على محبة الأعداء ومحبة الميل التاني فكان بيقول علشان تبقى ابن للآب السماوي لازم تكون كامل في المحبة زيه لازم يكون قلبك نقي جدا 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 في الحقيقة الأشخاص البرفكشنست هم أكتر ناس مش بيعرفوا يحققوا وصية المحبة بشكل كامل لانهم ما بيعرفوش يقبلوا اختلافات الاخرين ولان هو نفسه الشخص البرفكشنست او الشخص الكمالي ما بيعرفش يقبل في نفسه الاخطاء وما بيسامحش نفسه بسهوله وبالتالي ما بيعرفش يسامح الناس عليها بسهوله. اللي عايزين نسلط الضوء عليه النهارده في حلقتنا مع بعض رجاله هو فكره الفرق ما بين الكمال النفسي والكمال الروحي. الكمال النفسي هو مرض أو خلينا نقول بلغة حنينة شوية على نفسنا التراب. لكن الكمال الروحي هو ده الكمال اللي مقصود بيه الآية اللي مذكورة في الكتاب المقدس كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. أقدر أفرق إزاي ما بين الكمال النفسي والكمال الروحي. الكمال النفسي غالباً الدافع بتاعي فيه إن أنا عايز أكون صح. لكن الكمال الروحي أنا عايز أفرح قلب ربنا. الكمال النفسي الدافع بتاعي انا عايز ارضي نفسي لكن الكمال الروحي انا عايز ارضي الله طيب في الكمال النفسي هدفي ان انا انفذ الصح هدفي الوصول للحق هدفي الحق في حد ذاته لكن الكمال الروحي في مزيج لطيف جدا ما بين الحق وما بين الحب الله نفسه حقاني جدا وده اللي الشخص الكمالي بيقوله لنفسه وبيطالب بيه الاخرين ربنا بيحب الحق وربنا بيحب العدل، ده حقيقي جدا، لكن الكتاب المقدس لما اتكلم عن الصفات دي عن الله، قال في الحقيقه ان هو قاعد على كرسي من الاستقامه والحق، وقال كده ان الرحمه تتقدم امام وجهه. اذا الله بيجمع ما بين الحب وما بين الحق، ما بين الحزم والعدل، وفي نفس الوقت ما بين الحب الشديد والحنيه، والدليل على كده ان الله نفسه بذل نفسه واخلى ذاته وجه وتحط في وضع آآ 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 ظلم وتصلب ظلم علشان يفدينا وعلشان يقدم لنا المحبة فالله نفسه بيجمع مزيج رائع جدا ما بين الحق والحب الشخص perfectionist بيبقى بيطالب نفسه وبيطالب الاخرين بطريقه حقانيه ولما يجي يتكلم يقول محدش يزعل من كلامي انا راجل حقاني ايوه يا عم ماشي انت راجل حقاني بس ما تخبطناش قوي كده وانت بتتكلم او انت بتعاتبنا او انت بتعبر عن نفسك او انت بتنتقد وضع لان الشخصيات البرفكشنست ناقدين من الدرجه الاولى لان هم بيعرفوا يجيبوا التايهه بسبب نظرتهم التفصيليه للامور وبالتالي الشخص البرفكشنست مدعو جدا انه يميز ما بين الكمال الروحي والكمال النفسي في حته الهدف بتاعي، الهدف بتاعي الحب جنب الحق لكن لو تمسكت بالحق بس ببقى ناشف زياده، انا محتاج الين الحق بتاعي ومطالبتي للحق بتاعي من الاخرين بطريقه مليانه بالحب ويبقى قلبي بيقدم الحب. كمان الكمال النفسي بيختلف عن الكمال الروحي في الطريقه. الكمال النفسي بيخلي طريقتي فيها نوع من التوتر فيها نوع من العصبية فيها نوع من المطالبة الحازمة الشديدة لكن الكمال الروحي بيعم على الإنسان بنوع من الفرح والسلام والهدوء فاللي عنده كمال نفسي هو عايش في اضطراب وتوتر لأنه مش مرتاح لأنه ما فيش حاجة مثالية ما فيش حاجة ماشية بالتوقعات اللي هو كان نفسه فيها لكن الشخص اللي عنده كمال روحي ووصل للبرفكشنزم بس في الاتجاه الروحي بيبقى مليان قلبه بسمار الروح القدس وبالتالي بيبقى أكثر هدوء أكثر سلام بيعرف يتغلب على التوتر بسهولة لكن الشخصيات البرفكشنست في الحقيقة من كتر التفكير ومن كتر النقد ومن كتر الحاجات الغلط اللي هم شايفينها اللي هم مش مستحملينها هم في الحقيقة بيفقدوا القدرة على الاستمتاع وبيفقدوا القدرة على الهدوء وبالتالي بيبقوا متوترين أغلب الوقت الشخص اللي في الكمال النفسي بيبقى حاسس بالذنب احيانا كتير لان انا كان نفسي اجيب الدرجه النهائيه ما جبتهاش فلاقي نفسي حاسس بالذنب زي الشباب مثلا او الرجاله اللي يكونوا مثلا في الدراسه يتعب 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 وتلاقيه مثلا لما النتيجه طلعت جاب 49 من 50 وخارج بيعيط وفي حد تاني ممكن تلاقيه جايب 35 من 50 وخارج مبسوط جدا ان هو نجح هنا الشخص بسبب مرونته مستمتع بالدرجه اللي هو جابها وعمل اللي عليه وفرح بالنتيجه لكن الشخص البرفكشنست لانه بيطالب نفسه دايما بالمثاليه الكامله فلما المثاليه الكامله دي بتنقص واحد بس من عشرة او واحد حتى من مية يبدا يلوم نفسه جدا وبالتالي هو عنده احساس بالذنب المستمر لكن الشخص اللي عايش في الكمال الروحي حتى لما بيحس بالذنب بيعرف يسامح نفسه عمل خطا بيتوب ويقدم توبه وبالتالي بيستمتع بغفران الله ليه وبالتالي ما بيحسش بالذنب، فعنده شعور بالرضا، عنده شعور بالاتضاع، لكن الشخص اللي عايش في الكمال النفسي هو طول الوقت متوتر وحاسس بالحمل وخلقه ضيق بسبب الاحساس بالذنب المستمر لانه مش بيوصل للكمال اللي هو نفسه فيه ابدا. الكمال النفسي لو انا حققت الصح ووصلت للي انا عايزه انا ببقى فرحان بس ببقى فرحان في الحقيقه بنفسي. لكن في الكمال الروحي لما بوصل للبر ولما بوصل ان انا اعمل الصلاح أنا ببقى فرحان بعمل المسيح فيا ويبقى قلبي متضع جدا جدا جدا، فالشخص اللي عنده بيرفكشنزم عالي نفسيا يبقى وكأنه طول الوقت بيشاور على عضلاته وفرحان بنفسه، لكن الشخص اللي عنده كمال روحي بيبقى أكثر اتضاع وأكثر هدوء ودايما يشاور على عمل النعمة معاه أكثر من العمل اللي هو عمله. في الكمال النفسي لو أنا حاولت 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 وما وصلتش للنتيجة اللي أنا نفسي فيها ببقى متضايق جدا ومحبط من نفسي. وشعور الاحباط يبقى مسيطر عليا جدا جدا لكن في الكمال الروحي حتى لو وقعت في خطيه في وقت من الاوقات انا ببساطه بتوب عنها والاقي نفسي عندي رجاء في المسيح لان انا عارف ان انا ضعيف وعارف ان انا طبيعتي بشر ممكن اغلط بسهوله شتان ما بين الرجل الباحث عن الكمال اللي عنده اضطراب الكمالية المفرط اللي بيتعب نفسه بيه وبيتعب الآخرين اللي بيتعاملوا معاه وما بين الرجل اللي عنده كمال روحي عايش في اتضاع عايش في هدوء عايش في فرح وسلام ومعندوش التوتر بتاع المثالية المفرطة أو البرفكشينيزم المفرط هيبقى عندنا جزء تاني بنتكلم فيها برضو عن الزوج الباحث عن الكمال وعن الأب الباحث عن الكمال هنجيلهم في حلقات تانية استنونا مع برنامج من راجل لراجل